السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم إبراهيم عوكن استشارة مادة الستاتكس. هذا الفيديو اللي هو تشابتر 6 اللي هو بعنوان ستراكتشر أناليسيز، تحليل الإنشاءات، تمام؟ وراح نبلش بالترسز اللي هي عبارة عن اللي هي الجملونات اللي هي عبارة عن تو فورس ممبر، أوكي؟ راح نبلش بالترسز. هسه هذا هو الشكل عبارة عن ترس. هسه الترس أنت وين شايفه؟ هسه الترس اللي هو عبارة عن بريدج، اللي هو عبارة عن جسر، بس بيكون هذا الشكل عبارة، يعني هذا عبارة عن الوجه تاعه لسه في زيه على الجهة الثانية وبربط بينهم أشياء، تمام؟ فهذا الشكل مر عليك، أو ممكن يكون اللي هو سقف معدني، تمام؟ يعني هذا هو الترس، أوكي؟ طيب هسه راح نبلش بالترس السمبل ترس. عندي هذا هو الترس، لازم تكون عارفه. هسه الترس من إيش بتكون؟ الترس بتكون من هاي الأضلاع اللي أنت شايفها، هاي الأضلاع كلياتها، هذا الضلع هذا الضلع هذا الضلع، هاي كلياتها اسمها منبر، اوكي؟ منبر اللي هي اضلاع، اوكي؟ تمام. هسه نقطة التقاء الاضلاع مع بعض، هي نقطة التقاء الاضلاع مع بعض، نقطة التقاء الاضلاع مع بعض، نقطة التقاء الاضلاع مع بعض، هي اسمها جوينت، تمام؟ جوينت اللي هي مفصل، اوكي؟ معناها التراس، عندي التراس من ايش بتكون؟ بتكون من منبرز وجوينت، متكون من اضلاع ومفاصل، تمام؟ هسه هذا هو السمبل تراس. ايش يعني سمبل تراس؟ يعني انه المنبر الواحد، تمام، بيكون محصور بين تو، المنبر الواحد بيكون محصور بين تو جوينتس، هاي منبر تو جوينتس، منبر تو جوينتس، منبر تو جوينتس. هذا اللي راح نضل نحكي عنه طول الفيديوهات. احنا بس مطلوب منا ماده ستاتكس اللي هي السمبل تراسز، اللي هي بيكون كل منبر محصور بين تو جوينتس، تمام. هسه بدي اياك تعرف شغلات عن تراسز، اللي هي بقول لك اول فورسز applied at joints only، يعني كل القوة تاعت المنبر، هذا المنبر AB والمنبر مثلا منبر AB، هسه القوة تاعته وين بتروح؟ بتروح دائما وابدا على joints. all forces applied at joints only، يعني بس القوة اللي جوا المنبر وين بتروح؟ بتروح على اللي هي مثلا joint A joint B، هذا اللي هو منبر BC بتروح على joint E joint B، المنبر المنبر بي اي بتروح على الجوينت بي والجوينت اي، المنبر بي سي بتروح على الجوينت بي جوينت سي، وهكذا. طيب هسه ايتش ممبر ار تو فورس ممبر، طلع العنوان اسمه تو فورس ممبر. ايش يعني تو فورس ممبر؟ يعني هذا الممبر اللي عندي، تمام، بس في تو فورسز، هذا راح نحكي عنه بالتراسز، تمام. هسه هو ستراكشر، في عندك تراسز، في عندك فريمز، تمام، في عندك ماشين، تمام. هسه اول نوع من انواع الاستراكشر اناليسز، تمام، اول نوع الاستراكشر عندي اللي تراسز، التراسز تو فورس ممبر، يعني الممبر تاعها الضلع تاعها، تمام، بيكون بس في اونلي تو فورسز. ايش هم التو فورسز؟ الممبر مثلا هذا الممبر اي بي، تمام، ممكن تكون فورس طالعه منه، تمام، طالعه منه، هذا بسميه تنشن، مع هذا الممبر بتعرض لشد، اوكي. هسه والحاله الثانيه انه يكون الممبر الفورس داخلة عليه، تمام، إذا داخلة عليه معناها يتعرض لضغط، معناها هذا المنبر بنسميه منبر كومبريشن اللي هو ضغط، تمام، معناها بس تو فورسز أبلا، اللي هي كل منبر فيه تو فورسز اللي هي تنشن وكومبريشن، تمام. ممكن تكون تطلع زي هيك، أو إذا طلعت الفورس مثلا كانت هذا الفورس باتجاه الجوينت بهذا الاتجاه، معناها من الجهة الثانية راح تعطيني فورس بعكس الاتجاه وتكون بالسالب. ليش؟ عشان اكيد انت عارف انه احنا كل المواضيع اللي بنحكي عنها هي مواضيع اكوليبريم. ايش يعني اكوليبريم؟ كل مواضيع بنحكي عنها مواضيع اتزان، يعني هي الاجسام كلها متزنه، تمام. فاذا الفورس طلعت من هذا المنبر من هاي الجهه، تمام، راح تعاكسها فورس ثانيه بنفس، مثلا هاي اف اي بي، فورس اي بي، راح تعاكسها فورس بنفس القيمه اللي هي فورس اي بي بس باتجاه ثاني اللي هي بالسالب، عشان يكون اللي هي السميشن لهذول الثنتين يكونوا زيرو، تمام. هاي اهم موضوع اللي هو تو فورس ممبر، تمام. هسه راح نتعرض بالترسز لنوعين من القوى. هسه في نوع جديد راح يجي علينا، ايش هو؟ هسه ارجع معي لتشابتر 5. كل القوى اللي كنا نحسبها اللي هي قوى الرياكشن والقوى الفورس اللي جاي على البيم او على ايش مكان، تمام، هي بنسميها اللي هي اكسترنال فورس. ايش يعني اكسترنال فورس؟ يعني قوى خارجيه. نطلع بقول لك load and reaction are external force، يعني عندي مثلا هذا التراس راح يكون على جاي عليه قوة، مثلا ايش اللي هي قوة تجي عليه؟ مثلا جسر عبارة عن bridge، تمام، راح يكون عبارة هو من الجهة الثانية زي هيك، تمام،
وزي هيك اوكي، تخيلت واتوقع، وهون راح تيجي السيارات. فهذا هو الترس، انا بس بتعامل مع جهه واحده منه، تمام؟ فراح تكون في سياره مثلا، هالسياره لها لود، فاللود اللي راح يجي على الترس او الرياكشن اكيد راح يكون الترس، مش الترس مش بالهواء، الترس عشان يكون ايكوليبريم، هاي اخذناها بشابتر 5، لازم استخدم له اللي هي سبورت، تمام؟ فاكيد راح يكون عليه سبورت. هسه السبورت بتعطي رياكشن، معناها اللود اللي بتكون على التراس والرياكشن هدول بعتبرهم ايش؟ بالمنطق هدول قوه خارجيه اكسترنال فورس. بس انا مش هذا اللي بدي احسبه، انا ايش بدي احسب؟ انا بدي احسب الفورس اللي جوا المنبر، تمام؟ هذا المنبر مثل اي بي، بدي اعرف الفورس اللي جواته، تمام؟ بدي اعرفها كم قيمتها، واذا هي الفورس عباره عن تنشن او كومبريشن. ليش؟ عشان اتجنب مثلا، اتجنب انه اذا كانت تنشن وما تحمل المنبر، بنشد المنبر فمن النص بصير يتخسر، تمام؟ بصير عنده نحافه، تمام؟ وهذا الشيء راح يضر بالترس. ممكن اذا كانت كومبريشن، تمام؟ من النص ينهار المنبر، اوكي؟ فعشان هيك لازم اعرف ايش هي القوة اللي جوا المنبر. هسا فورس ان منبرز ايش اسمها؟ اسمها انترنال فورسز، تمام؟ وهذا اللي انا راح احسبه. ايش هي الانترنال فورسز؟ اللي هي الفورس اللي هي يا اما كومبريشن يا اما تنشن، فيش غيره، اوكي؟ طيب هسا عشان احسب هي القوة اللي هي داخل المنبر، تمام؟ في عندي تو ميثود، طريقتين، تمام؟ الطريقة الأولى اللي كل بيستسهلها دائما وأبدا، اللي هي راح نبلش فيها هسا، اللي هي طريقة اسمها ميثود أوف جوينتس، اللي هي جوينتس ميثود، تمام؟ لو نفترض إنه أنا عندي هذا الترس، عندي هذا الترس اللي هو ترس عبارة عن A B D، تمام؟ فيه A B C D، A B C D، كم منبر فيه؟ فيه A B و B D و D C و A C، تمام؟ أوكي. هسا هذا الترس طلب مني او جد له ايش راح يطلب مني؟ فايند فورس ان اول ممبر، يعني اعطيني القوه في كل ممبر، بدي اعرف كل ممبر فيهم كم القوه اللي فيه، ماشي؟ ما خلصتش لسه، كم القوه اللي فيه وايش نوعها؟ طب ايش نوعها يعني؟ ايش نوعها يعني؟ هل هي تنشن؟ هل هي قوه شد؟ بتشد بالممبر، تمام؟ وهل هي قوه ضغط؟ بتضغط الممبر، عشان اعرف ايش الماتيريال اللي راح استخدمه هذا الممبر، اوكي؟ تمام. هسه بالميثود اوف جوينتس بدك تمشي معي. هسه دائما وابدا دائما وابدا انا عندي راح يكون في عندي الترس مثبت بالسبورت، اكيد راح اوجد الرياكشن، تمام؟ فعشان اوجد الرياكشن ايش لازم اسوي؟ اول خطوه اللي هي فري بادي دايجرام، طبعا هي الخطوه ثابته لانك تحل الترس، يعني فيش مستحيل تحل الترس اللي مطلع الرياكشن. فاول شيء انا دائما وابدا بحكي لك درو فري بادي دايجرام اند فايند رياكشن، تمام؟ عادي، يعني مثلا عندي هي الاي، بدنا نحل هذا السؤال، تمام؟ عندي الاي عباره عن بن او هنش سبورت، والدي عباره عن رولر، تمام؟ معناها البن ايش بعطيني؟ مدام هي البوينت اي، معناها بعطيني اي اكس واي واي، تمام؟ ماشي لحد هون، تمام؟ طيب والدي مدامه هذا عباره عن سكيت، مثلث تحتيه جال، ايش معناها؟ هذا عباره عن رولر زي ما حكينا، معناها بعطيني بس دي واي، اوكي، تمام؟ هسه فايند رياكشن، كيف بدي اوجد الرياكشن؟ عطول السيجما اوف اكس يساوي صفر، معناها الاي اكس يساوي صفر، طلع عندي الاي اكس يساوي صفر، اي اكس ويساوي صفر. هسه سيجما اف واي تساوي صفر، ايش عندي الايكويشن للرياكشن؟ ليش عيد اللي هم ثلاثه 3 ايكويشن اللي هم سميشن فورسز بالاكس صفر، بالواي صفر، المومنت صفر، اوكي؟ فبالاكس تيطرت الاي اكس صفر عشان الجسم ايكوليبريم، اوكي. هسه لما بدي احكي سميشن الواي عندي تو انونز، فما بقدر احل، وين راح اروح؟ زي الشابتر الماضي راح اروح على اللي هي summation المومنت about any point، بنحكي A، تمام؟ ويساوي صفر، ودائما وابدا بحب افرضها انا عكس عقارب الساعة بوزيتيف، تمام؟ طيب عكس عقارب الساعة بوزيتيف. هسا نبلش، عندي طبعا هادي واحد متر وهادي واحد متر، اوكي. بقول لك هلسه احنا ما بلشنا بالميثود اوف جوينتس، احنا بس قاعدين بنراجع شابتر 5 زي كاننا، اوكي. هسا بنبلش، في عندي المية، المية كيف تيجي؟ المية بتيجي زي هيك على النقطة A، معناها بتيجي مع عقارب الساعة، معناها بالسالب، فأنا بحكي سالب 100 في المسافة بينها وبين A اللي هي 1. بعدين الـ dy كيف بتيجي؟ الـ dy بتيجي عكس عقارب الساعة، معناها بوزيتيف، تمام؟ dy في كم المسافة بين dy و A؟ المسافة بين dy و A 2، معناها كم dy؟ بتقول لي dy ويساوي اللي هي عبارة عن 100 على 2 50، هي dy 50، تمام؟ معناها اي واي كم؟ خلاص بدناش نحسب كده، اي واي 50،
ليش؟ عشان 50 و50 راح يدخل 100 ويصير الجسم اكوليبريم. اوكي، انا هيك طلعت اول شيء بدي اياه، طلعت الاي واي يساوي 50، اول شيء بدي اياه اللي هو عباره عن ايش؟ الرياكشن. لسه هون هسه انا وجدت الرياكشن اللي هو الرياكشن للاي اي واي اللي هو 50 وللدي واي 50، بس انا لسه لحد الان ما بلشت بالطريقه اللي قلت لك عنها الميثود اوف جوينتس. هسه ايش الميثود اوف جوينتس؟ ميثود اوف جوينتس بتقول لك ما دام انت بالشرح اول شيء قلت لي انه اللي هي all forces and members applied at joints only، يعني ايش يعني؟ يعني كل القوى في الممبر اللي هي الاضلاع، تمام؟ وين بتروح؟ مصيرها تروح على الجوينتس، يعني كل القوى وين بتاثر؟ بتاثر بس على الجوينتس. اي جوينت مثلا القوه بالضلع اي بي سواء كانت كومبريشن او تنشن ما بعرف راح تاثر على الجوينت اي والجوينت بي، القوه بالضلع بي سي راح تاثر على الجوينت بي وعلى الجوينت سي وهكذا. فايش تسوي انت؟ انت اللي بتسويه بهي الطريقه الميثود اوف جوينتس من اسمها، بتفرض التراس فرضته وبتاخذ كل جوينت لحاله. يعني فرضت هذا التراس عندي، هاي الضلع اي بي وين باثر؟ على الجوينت اي والجوينت بي، والممبر بي سي باثر على الجوينت سي والجوينت بي. فرضته هسه بصير اخذ كل جوينت لحالها، تمام؟ كل جوينت لحالها وبشتغل عليها. طيب هسه ايش نظام الشغل عليها؟ سؤالي لك هسه، هذا النوع من انواع هذا النوع من اللي احنا بناخذه بهذا الفيديو اللي هو التراسز. هسه التراسز عباره عن ايش؟ قلت لك التراسز عباره عن تو فورس ممبر، يعني فيها بس تو فورس. طيب ما دام فيها بس تو فورس معناها عشان اوجد المجاهيل معاي بس تو ايكويشن. ايش هم التو ايكويشن؟ معادلتين معاي، بس معاي سيجما اف اكس يساوي صفر وسيجما اف واي يساوي صفر. تعرف كيف يعني؟ رح نرجع على الاتزان على نقطه، رح نرجع على تشابتر 3، تمام؟ رح نرجع الاتزان على نقطه. فالاتزان على نقطه ايش كنا نستخدم؟ كنا نستخدم بس سميشن للفورس يساوي صفر الاف اكس وسميشن للاف واي تساوي صفر، تمام؟ طيب هسه عشان اشتغل بهي القصه معناها انا عندي معادلتين. طيب معناها باي جوينت لازم ابلش؟ في عندي هون واحد جوينت، جوينتين، ثلاثه، اربعه، تمام؟ باي جوينت راح ابلش؟ راح اقول لك بكل بساطه كم معادله عندك؟ معادلتين. معناها كم مجهول لازم يكون عندك كحد اقصى؟ مجهولين. لو بدي اخذ الجوينت بي مثلا، واحد ياخذ الجوينت بي، بقول لك انت بتاخذ الجوينت بي في عليها ثلاث مجاهيل. الجوينت بي في عليها قوه جاي من المنبر اللي هي دي بي، في عندي قوه جاي من المنبر سي بي، في عندي قوه جاي من المنبر اي بي. ثلاث مجاهيل مع معادلتين، مش عايز حد معك السؤال. طيب لو بدي ابلش مثلا من الجوينت سي، طب الجوينت سي نفس الشيء، هذا الجوينت سي في عليها قوه بتاثر عليها من المنبر اي سي وقوه من دي سي وقوه من بي سي. معناها بقدرش، معناها بقدر اذا بلشت ب دي او اي. ليش؟ لانه اي اجي عليها مجاهيل النون، عندي بس اللي هو بي اي القوه من منبر بي اي بتاثر على الجوينت اي، والقوه من منبر سي اي اللي بتاثر على الجوينت اي، ونفس الشيء دي. في عندي تو انونز، يعني مجهولين مع معادلتين بقدر احل. فانا قلت لك راح ابلش مثلا بالجوينت اي، تمام؟ لو بلش بالجوينت دي ما في اي مشكله، ما دام الجوينت دي مجهولين معادلتين ما في اي مشكله ابلش بالجوينت اي. راح نرجع للجوينت دي كمان شوي. هسه الجوينت اي ايش بتقول لك؟ بتقول لك الجوينت اي حط لي كل القوه بتاثر عليها. ايش في عندي؟ في عندي 50 للاعلى، معناها في عندي هي 50 للاعلى، اوكي، هي الجوينت اي، تمام. هسه ايش في كمان عندي؟ في عندي بتقول لي في عندي فورس جاي من المنبر بي اي بزاويه 30، معناها راح احللها. بس لسه الفورس جاي من المنبر بي اي ممكن تكون داخلي على المنبر بي اي، ممكن تكون طالعه من المنبر بي اي. طب ايش كيف بدي اعرف تكون بالضبط اللي هي داخله على الجوينت اي او بتكون طالعه من الجوينت اي؟ طب كيف بدي اعرف؟ راح اقول لك بكل بساطه ما راح اقول لك افرض. هسه اغلب الناس بيقول لك افرض وطلع سالب غير. لا تفرض. هسه بالمنطق لو انا فرضت انه القوه داخله، تمام؟ داخله يعني حتكون بزاويه زي هيك داخله على الجوينت اي. طيب هسه لما احللها ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني مركبه بالاكس بهذا الاتجاه ومركب بالواي بهذا الاتجاه. هسه هاي راح تلغي هاي، مش انا بقول لك انه هذا جسم متزن؟ هسه وين القوه كلها بتروح؟ بتروح على الجوينتس. معناها الجوينتس اكيد متزنه. ايش يعني الجوينتس هي متزنه؟ يعني اكيد سميشن الفورسز عليها تساوي صفر. ما دام في عندي 50 طالعه معناها لازم يكون في عندي شيء نازل. معناها اذا فرضته بهذا الاتجاه الكومبوننتس تاعتها المركبات راح تكون واحده بهذا الاتجاه واحدة بهذا الاتجاه، هاي راح تلغي هاي. بس افرض انه انا ما فرضتها زي هيك، انا فرضتها كيف؟ انا فرضتها انه طالع، تمام؟ معناها التحليل تاعها راح يكون واحدة هيك وواحدة هيك، واصلا انا في عندي 50
طالع لفوق. طب لما احكي سميشن الاف واي تساوي صفر ما راح تصفر معي، لانه عندي ثنتين بنفس الاتجاه، هاي مش راح تلغي هاي، تمام؟ فمنطقيا بالمنطق انا راح احكي انه البي اي هاي البي اي، يعني البي اي داخل على الجوينت اي، اوكي داخل على الجوينت اي، اوكي. هسه ما دام البي اي داخل على الجوينت اي صار التحليل تاعه هيك وهيك، ضل عندي اعرف الفورس اللي جاي من المنبر سي اي. طب باي جهه ممكن تكون الفورس اللي جاي من المنبر سي اي؟ ممكن تكون بهذا الاتجاه، ممكن تكون طالعه من الجوينت اي. كيف راح اقول لك؟ راح اقول لك راح تكون طالعه منه، ليش؟ عشان تلغي هي الفورس. مش هي الفورس بس، انا حللت البي اي حتكون واحده هي اتجاه واحده هي اتجاه، هسه هي راح تلغي هي، ضل في عندي هي وحيده، ضلها زي هيك. لا بقول لك النظام نظام ايكوليبريم، تمام؟ معناها سي اي راح تكون طالعه منها، تمام؟ بكل بساطه بهي هي البساطه انا بحسبها، تمام؟ ما بعرف كيف بحسبوها هم، افرض وما تفرض وبعدين بيطلع سالب، لا بكل هالبساطه هذا هو الصح. طيب معناها ايش صار عندي؟ صار عندي هون فورس اي سي، وفي عندي هون هاي جوينت اي، اوكي؟ في عندي هون 50 طالعه. طيب هسه انا عندي هاي الزاويه 30، معناها عندي اف اي بي كوساين 30 و اف اي بي ساين 30. هسه كل شيء بنجاب معي، بدل ما عندي مجهولين معادلتين كل شيء راح ينجاب. راح نروح على اول معادله، عندي بس معادلتين، بتذكر بس معادلتين اللي هو سميشن اللي هو اف واي. اصلا كيف تستخدم مومنت هون؟ عندك نقطه كيف تستخدم مومنت؟ مش راح يزبط، اوكي؟ اف واي تساوي صفر، معناها عندي 50 لفوق بالموجب، اي 50 ناقص عندي اف اي بي ساين 30 ويساوي صفر، معناها اف اي بي ساين 30 تساوي 50، معناها اف اي بي تساوي 50 على ساين 30، معناها 50 على نص تطلع اف اي بي ويساوي 100 نيوتن. ضل اعرف اذا هي كومبريشن ولا تنشن، خليها لنا شوي. هسه نروح نوجد، نحكي سميشن لاف الاكس ويساوي صفر. طيب ايش في عندي في اف الاكس؟ عندي اللي هي اف الاي بي كوساين 30، عندي اف الاي سي بالموجب، هاي اول شيء اف اي سي باتجاه الموجب، وعندي ناقص لانه هي باتجاه السالب اف اي بي كوساين 30، يعني 100 في كوساين 30 وتساوي صفر، معناها اف اي سي تساوي 100 كوساين 30، طلع معي اف اي سي وتساوي اف اي سي وتساوي عبارة عن 86.6 نيوتن. ضل اعرف اذا هي تنشن ولا كومبريشن. راح اقول لك بكل بساطة عشان اعرف اذا هي تنشن ولا كومبريشن، اشتغل مع النظام التالي. هسا انت بتعرف انه قلت لك انه هذه الجوينت عبارة عن جوينت متزنة. ليش متزن؟ انه هي اصلا هي اللي بتتحمل كل شيء، هي اللي بيجي عليها القوه. قلت لك كل الفورسز بالمنبر وين بتروح؟ وين بتيجي؟ بتروح على الجوينت، تمام؟ معنى الجوينت هي اللي بتاخذ كل شيء. طب الجوينت بتاخذ كل شيء والنظام ثابت، الجسر بمحله، الجسر ما تحرك، معناها هذه الجوينت ايكوليبريم، يعني هي الجوينت متزنه، يعني سميشن الفورسز عليها يساوي صفر، تمام؟ اذا قلت لك انه هي الجوينت، تمام، احنا ايش حكينا؟ حكينا الاي بي نازل عليها، هي الجوينت نازل عليها بهذا الاتجاه اف اي بي، تمام؟ راح اقول لك هذا النظام، راح نرجع لقانون نيوتن اللي هو لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار معاكس له بالاتجاه. يعني هي الجوينت اي لما اثر عليها المنبر اي بي اف اي بي، قوه تاعت اف اي بي، اف اي بي ايش سوت؟ هي عملت رد فعل عشان تصفر القوة تاعته، عمل رد فعل بهذا الاتجاه. معناها هي اصلا القوة بالاي بي، كيف جاي القوة بالاي بي؟ جاي هيك، تمام؟ ما دام القوة جاي بالاي بي هيك، تمام، معناها الجوينت جاي عليها بالعكس عشان تصير لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار معاكس له بالاتجاه. يعني اقول لك ايش انا قاعد بحسب، انا اللي حسبته هذا اللي هو الاف اي بي اللي هو 100 نيوتن والاف اي سي اللي هو 86.6، انا حسبت كم رد الفعل اللي بتسويه هي الجوينت عشان تصفر، عشان تسوي اكوليبريم، تمام؟ فانا حسبت انه الاي بي نازله عليها، ماشي؟ الاي بي نازله، هاي الاي بي نازله، بس القوه بالمنبر داخله فيه، فلما تكون هي داخله فيه وهي نازله السميشن هون صفر، تمام؟ فما دام هي داخله في المنبر، هذا ايش المنبر؟ اذا قلنا منبر
داخل في قوة، إيش معناها؟ هذا المنبر شو حيكون؟ حيكون منبر كومبريشن، تمام؟ طيب نروح على الـ FAC، يعني إيش قلت FAC؟ أنا قلت FAC بهذا الاتجاه، تمام؟ معناها مدام هذا رد الفعل تاع FAC تاع الجوينت على AC بهذا الاتجاه، معناها كيف القوة بـ AC؟ قوة زي هيك، تمام؟ هاي القوة، قوة طالعة من AC، تمام؟ مدام طالعة من AC عبارة عن إيش؟ عبارة عن تنشن، معناها بقول له الـ FAB 100 كومبريشن، الـ FAC اللي هي 86.6 تنشن، تمام؟ هذا هو النظام، لأنه أنا قاعد بحسب بس إيش رد الفعل اللي سويته الجوينت، بس القوة راح تكون عكس الإشي عشان يصفروا بعضهم. طبعًا مدام هي بهذا الاتجاه هي حتكون بهذا الاتجاه، معناها عبارة عن كومبريشن، مدام هي بهذا الاتجاه معناها هي حتكون بهذا الاتجاه تنشن، عشان هون يكون في عندي إكوليبريم وهون يكون في عندي إكوليبريم، عشان هذا النظام كامل نظام متزن. هيك أوجدت الفورس بالمنبر AB والفورس بالمنبر AC. نروح على اللي بعديها. اي جوينت راح ناخذ؟ راح اقول لك بدي اخذ الجوينت سي، بقدر اجيبها بقدر اجيبها، انا صار عندي بس تو انونز، عندي الاي بي معلوم صح اللي هو عباره عن لا الاي سي عباره عن 86.6 تنشن، ضل عندي بس اجيب السي دي والسي بي مجهولين معادلتين بقدر اجيب، فراح اروح وين؟ راح اروح على طول على الجوينت سي. هيك كنا وجدت انه الجوينت الفورس بالاي الاي سي 86.6 تنشن، هسه اروح على الجوينت سي. طيب بقول لك الجوينت سي هاي، الجوينت سي ايش في عليها؟ بتقول لي في عليها الجوينت سي في عليها 100، في عليها 100 لتحت، هاي 100 لتحت، تمام؟ وفي عليها ايش؟ بتقول لي في عليها اللي هي الفورس من اي سي 86.6 تنشن. ايش يعني 86.6؟ يعني اي سي تنشن، هاي طالعه منه وهي طالعه منه، معناها كيف رد الفعل على سي؟ راح يكون بهذا الاتجاه، تمام؟ زي هون، مش انا قلت انه الاي سي تنشن، تنشن يعني زي هيك، هاي تنشن وهي تنشن، فكيف كان رد الفعل على ايه؟ هيو قلنا انه اي سي هيك، معناها كيف راح يكون رد الفعل على سي؟ راح يكون هيك، تمام بالضبط. فراح اقول له عندي هذا هو الاي سي، اي سي كم حسبناه؟ هيو عندك اي سي اللي هو عباره عن 86.6 تنشن. طيب هي شفت اول قوتين باثر على الجوينت سي. طيب ايش في عندي كمان؟ في عندي سي دي، وين حتكون اتجاهها سي دي؟ بكل بساطه عشان تلغي هاي راح تكون هون سي دي، هاي اللي هي سي دي فورس بالممبر سي دي. ضل عندي سي بي، سي بي وين راح تكون؟ اكيد راح تكون لفوق، شايف؟ انا صرت اعرف كيف افرض هسه عشان اعرف انه هاي راح تلغي هاي وهاي راح تلغي هاي، معناها هاي الفورس بالممبر سي بي هايها راح تكون لفوق. طيب لما احكي سميشن للإف الواي تساوي صفر، راح يطلع معي سي بي فورس بالمنبر سي بي ويساوي كم؟ ويساوي اللي هو 100. طيب تنشن ولا كومبريشن؟ مدام هاي الجوينت سي مدام طالع منها رد الفعل، معناها هي أصلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن زي هيك صح؟ يعني مدام داخل رد الفعل معناها القوة أصلا عبارة عن إيش؟ قوة عبارة عن طالعة. هسا ايش هو المنبر اللي بكون القوة طالعة منه؟ اللي هو عبارة عن منبر ايش؟ منبر تنشن. انا بقول لي 100 تنشن، بعدين سيجما سميشن اف الاكس ويساوي صفر، بيطلع معي اف سي دي ويساوي كم؟ يساوي 86.6. طيب تعرف تنشن ولا كومبريشن؟ مدام انا قلت انه هاي رد الفعل، تمام، رد الفعل طالع يعني جاي بهذا الاتجاه، معناها الفعل عبارة عن ايش؟ عبارة عن وين سي دي؟ وين سي دي؟ اوكي، مادام انا حكيت انه وين هي سي دي؟ مادام اوكي انا اسف مش راح اعيد الفيديو عشان هي القصة، انا اسف. اوكي هسه مادام حكيت انه انا بدي احسب سي دي، اوكي مادام سي دي كانت بهذا الاتجاه، معناها هي المنبر سي دي، تمام، وهي الجوينت سي، انا حكيت انه رد الفعل جاي بهذا الاتجاه صح؟ هي سي دي، معناها الفعل عباره عن ايش؟ طالع من المنبر، هي طالع من المنبر، معناها تنشن، معناها بقول له اف سي دي وتساوي 86.6 كمان تنشن، تمام. ضل انا ايش اوجدت؟ هيك اوجدت اي، اوجدت سي، اوجدت سي دي اللي هي عباره برضو عن 86.6 تنشن، اوجدت كمان سي بي اللي هي عباره عن 100 تنشن، ضل عندي بس اوجد اللي هو المنبر دي بي. بس بقدر اوجد المنبر دي بي عن طريق اني اخذ الجوينت دي واخذ الجوينت بي. انا بدي اخذ الجوينت بي، اي الجوينت بي
الجوينت بي، الجوينت بي ايش في عليها قوة؟ في عليها من بي سي، وين بي سي؟ في عليها من بي سي تنشن 100. ايش يعني؟ يعني هي الجوينت بي وهي بي سي، بي سي تنشن معناها ايش رد الفعل؟ راح يكون لتحت، في عندي لتحت 100 تمام؟ اوكي. وفي عندي منها اي بي 100 كومبريشن، ايش يعني؟ يعني طلع هي عندي اي بي، هي طلع اي بي كومبريشن، كيف ينبث؟ يعني القوة داخلة فيه تضغط فيه، معناها كيف رد الفعل؟ رد الفعل راح يكون هيك على A، على بي وهيك على اي، معناها راح يكون زي هيك، راح يكون عند هي الزاوية 30 راح يكون عبارة عن زي هيك، راح يتحلى هي الاكس وهي الواي، راح تكون هون في عندي، هون في عندي كم اللي كم قيمة اي بي اللي هو 100 كوساين 30، راح يكون في عندي هون 100 ساين 30، ضل عندي اللي هي المنبر بي دي، منبر بي دي منطقيا، منطقيا بقدرش احكي انه طالع من بي، ليش؟ طالع من بي حيكون نفس الاتجاه كلهم، فمش راح تصفر معي المعادله، كيف راح احكي؟ راح احكي انه داخل على بي، اذا كان داخل راح يكون تحليله كالتالي، طبعا الزاويه بكل، اسمع خذها قاعده، اذا وجدت زاويه واحده بال شو اسمه بالترس راح تكون ثابته لكل الترس، لان يعني الترس دائما وابدا بكون سيمتريك تمام، اوجد زاويه واحده وكل الزوايا نفس الشيء بتكون، معناها عندي هون اللي هي بي دي كوساين 30 معناها بي دي بيطلع 100، وعندي هون انا حطيتها زي هيك معناها هون في عندي اللي هي بي دي ساين 30. هسه من معادله الاكس بقدر احكي انه سيجما سميشن اف اكس او صفر، معناها ما دام بي دي كوساين 30 ناقص 100 كوساين 30 تساوي صفر، معناها البي دي 100، بيطلع البي دي يساوي 100. بدي اعرف اذا تنشن ولا كومبريشن، ايش فرضتها؟ فرضتها انها داخله في الجوينت بي تمام؟ فرضتها انها داخله في الجوينت بي، لا انا اسف، انا فرضتها هيها، فرضتها انه رد الفعل داخل في الجوينت بي، معناها الفعل الاصلي عباره هي عن داخله في المنبر، معناها عباره عن ايش؟ عباره عن 100 كومبريشن. فهسا بروح للسؤال تاعي، السؤال تاعي كان اوجد الفورس في المنبر، راح اقول له انا وجدت لك انه الفورس في المنبر اي بي اللي هي 100 كومبريشن، الفورس بالمنبر دي بي 100 كومبريشن، الفورس بالمنبر اي سي اللي هو عباره عن 8.6 تنشن، والفورس بالمنبر هون اوجدته انا اللي هو سي دي برضه اللي هو 8.6 تنشن، وضل عندي الفورس بالمنبر سي بي اللي هو سي بي، وين سي بي؟ سي بي اللي هو 100 تنشن تمام. وهيك انتهى الموضوع. طبعا انا حليته بس كثرة غلبة، ما دام هون الزاوية 30 وهون نفس المعطيات، هون نفس معناها السيمتريك، معناها اذا كان اي بي عبارة عن 100 كومبريشن حيكون بي دي 100 كومبريشن، هيو اي بي 100 كومبريشن، بي دي 100 كومبريشن. اذا كان الاي سي عبارة عن 86.6 تنشن حيكون السي دي 86.6 تنشن تمام، ما دام سيمتريك لانه هذه الجهه هي نفسها هي الجهه تمام. هيك حلينا مثال، طبعا طول معنا المثال لانه احنا قاعدين نشرح، بس انت لما تاخذ ايدك على الموضوع حيصير الموضوع تحل السؤال بدقيقتين. هسه ناخذ مثال اصعب شوي برضو على الميثود اوف جوينتس. هسه ايش بقول لي؟ بقول لي فايند فورس ان اول ممبرز، عندي هذا التراس، عندي التراس عباره عن هون عن بن سبورت، هون عن رولر، هي سي وهي اي وهي بي وهي دي وهي 200 وهي اي، عندي تو فورسز اللي هي 2000 و2000 نيوتن. هسه اول شيء بدي اسوي عشان اوجد الفورسز لازم اعمل الفري بودي دايجرام عشان اجيب ردود الافعال الرياكشن. عندي هذا اللي هو بن، ايش في عليه؟ في عليه سي واي وفي عليه سي اكس تمام، وهون في عندي الاي عباره عن اي واي عشان رولر اي واي تمام، وهون فيش عندي دي، وهون بي، هون بي نازل عليها قوة مقدارها 1000، وهون اي عبارة عن قوة نازلة مقدارها 2000. طيب ماشي، هسا كيف بدي اوجد ردود الافعال؟ هسا سميشن ثواني اوكي، هاي سي شو مسوينا؟ هاي سي اكس وهي سي واي، انا اسف اوكي، سميشن الاف اكس تساوي صفر، بتطلع سي اكس تساوي صفر عشان فيش غيرها. هسه سميشن الاف واي تساوي صفر مش هقدر احلها عشان في عندي تو انونز، على طول وين بنروح؟ بنروح على سميشن المومنت
عند النقطة سي عشان هاي تصير عليها مجاهيل، عكس عقارب الساعة بوزيتيف ويساوي صفر. ايش في عندي النقطة سي؟ في عندي المية، الألف، هاي الألف كيف تمشي؟ تمشي برضو كيف بتروح نقطة سي؟ عكس عقارب الساعة، معناها بوزيتيف. في المسافة بينها وبين سي عندي هيها 1.2 زائد برضو 2000 تمشي بوزيتيف، زائد 2000 في كم المسافة بينها وبين سي؟ هيها 1.2، 1.2 معناها 2.4 تمام. بعدين الاي واي، اي واي كيف بتروح؟ اي واي تروح على سي هيك، يعني مع عقارب الساعة، هيها مع عقارب الساعة تمشي، معناها سالب اي واي في المسافة بينها وبين سي واي. ايش المسافة؟ هيها ايش ايش يعني خط العمل تاع الفورس هيو، والنقطة سي معطيني اياها 0.6. خط العمل تاع الفورس اللي هي الاي واي مع النقطة سي اللي هو 0.6، انا رسمته معقد شوي، في 0.6 تمام. راح يطلع معك اي واي ويساوي، اي واي ويساوي يطلع معك اللي هو 10000 تمام. معناها اي واي ايش راح تساوي؟ معناها سي واي ايش راح تساوي؟ بتقول لي ما دام هي طالعه 10000 وكل النازلين كم؟ اللي نازلين 3000، 1000 و2000 3000 وطالع 10000، معناها السي واي عباره عن ايش؟ معناها السي واي عباره عن 7000 في النازل، 7000 صح؟ معناها عباره عن 7000 بالنازل صح؟ معناها فرضي كان لفوق غلط، لانه هيك 7 و1000 8 و2000 10، ال 10 بلغوا الاي واي، ال 10 هيك حلي صحيح 100% تمام؟ طيب هسه خلصنا طلعنا الرياكشن، هسه بنروح طريقه الميثود اوف جوينتس. اي مثل اي جوينت راح اخذ؟ اكيد مش راح اخذ الجوينت سي، لا ما بقدر اخذ الجوينت سي والله، بس مش اخذها انا. طيب راح ممكن اخذ الجوينت سي، ليش؟ عليها بس تو انون اللي هي عباره عن سي بي وسي اي، والباقي الرياكشن طلعته. بس اكيد مش هاخذ الجوينت اي لانه عليها انون 2 3 والدي 1 2 3 والبي عليها 4 ما شاء الله والاي عليها 2، فباخذ يا الاي يا السي، انا هيك جايبالي اخذ الاي تمام. طيب خذ الاي، ايش في عندك في الاي؟ في عندي على الاي في نازل 2000 وفي عندي قوه مائله. طيب اول شيء لازم اجيب الزاويه، كيف بدي اجيب الزاويه؟ خذها قاعده، ايش الزاويه؟ الزاويه بجيبها هاي الزاويه اللي هي عباره عن تان انفرس للواي على الاكس تمام. تان انفرس الزاويه اللي هي عباره عن تان انفرس كم الواي اللي هي 0.8 على كم بالاكس اللي هي 0.6، فتان انفرس لل 0.8 على ال 0.6 يطلع معك ثيتا ويساوي يطلع معك 53.1. اوكي اجيب جبت الزاويه. اذا في عندي الضلع الفورس من المنبر اي دي كيف جاي؟ يا اما راح تكون داخله يا اما راح تكون طالعه. راح اقول راح تكون داخله، ليش؟ اذا كانت داخله راح يكون تحليلها وحده هيك وحده هيك، وهي راح تطير هاي بكل بساطه نفس السؤال اللي قبل، معناها اي دي راح اعتبرها انها داخله، وايش تحليلها راح يكون؟ هاي اللي هي اي دي ساين الزاويه هاي اللي هي 53.1، وهي اللي عباره عن اي دي كوساين 53.1 تمام. ضل عندي اي بي، اي بي ايش راح تكون؟ اكيد راح تكون بهذا الاتجاه، ليش؟ عشان تلغي هاي، هاي اي بي، هاي اي بي تمام. اتوقع هيك الموضوع صار اسرع شوي. هسه ايش بدي اسوي؟ بحكي له سميشن للاف الواي وتساوي صفر، معناها عندي اي دي ساين الزاويه هاي 53.1 ناقص 2000 ويساوي صفر، معناها بتطلع معي اي دي ويساوي كم؟ بتطلع معي اي دي وتساوي 2500. اي دي عباره عن 2500. طب 2500 تنشن ولا كومبريشن؟ طلع انا قلت لك انه اي دي داخله، يعني الرياكشن داخل في النقطه اي، معناها الفورس عباره عن ايش؟ الفورس عباره عن طالعه، الفورس الحقيقيه يعني الفورس جوا المنبر يعني جاي زي هيك، معناها لما تيجي زي هيك عباره عن ايش؟ عباره عن كومبريشن تمام. انا داخل طالع بعكسهم بس انت فاهم، انا عارف انك فاهم، انت فاهم صح؟ طيب هسه طلعت اي دي اوكي، هسه وين بدي اروح؟ بدي اروح على سميشن، وين نسوي هون؟ خلينا نسويها سميشن اف الاكس ويساوي صفر. ايش في عندي؟ في عندي اي دي اللي هي عباره عن 2500 في كوساين 53.1 هي بالناقص ماشي تساوي اي بي تمام. اي بي معناها اي بي راح تطلع وتساوي
1500 1.05. طيب الاي بي عباره عن تنشن ولا كومبريشن؟ بتقول لي الاي بي انت ايش فرضت؟ انت فرضت الاي بي يعني رد الفعل، فرضته طالع يعني مش فرضت السهم زي هيك. معناها بالحقيقه القوه زي كيف؟ قوه طالعه من المنبر. لما تكون القوه طالعه من المنبر، المنبر ايش بيكون؟ المنبر بيكون تنشن. معناها هاي تنشن، هي اوجدت اي دي 2500 كومبريشن، اي بي 1501.05 تنشن. تمام، خلصت، هي اوجدت هذا الضلع، جد هذا الضلع. تمام، وين بدي اروح؟ اذا بدي اروح على الجوينت بي مش راح اقدر، ليش؟ لسه في عندي 3 انون. تمام، طيب بقدر اروح على الجوينت دي؟ اه بقدر اروح على الجوينت دي، ليش؟ صار فيها 2 انون، هي واحد وهي واحد، فبروح على الجوينت دي. بروح على الجوينت دي، هسه الجوينت دي انا قلت لك في عليها اي دي، ايش اي دي؟ طلعت معنا كومبريشن، اي دي كومبريشن، كومبريشن يعني داخله، معناها راح تكون رد الفعل بهذا الاتجاه. معناها اي دي لو راح يكون بهذا الاتجاه راح يكون كم اي دي قيمتها؟ 2500 راح تكون 2500 في كوساين، قلت لك اذا جبت زاويه هتكون نفس الزاويه لكل التراس 53.1، وهون 2500 في ساين 53.1. طيب هاي الاي دي، اوكي، معناها الدي اي كيف راح تكون؟ مدى عشان تلغي هاي دي راح تكون بهذا الاتجاه، شايف الفرض سهل. تمام، طيب ايش في كمان؟ سي ماشي، بس ضل عندي هاي اللي هي بي دي. هسه بي دي كيف بدي افرضها؟ بي دي راح افرضها انها بهذا الاتجاه، ليش؟ عشان بس احللها، تيجي وحده هون وحده هون وتطير هاي، معناها بي دي راح تكون هون، اللي هي عبارة عن يعني هي عشان تكون بالصورة، البي دي راح افرض انه هي البي دي في هذا الاتجاه، وانا فرضت انه هي الاي بي بهذا الاتجاه، وفرضت كمان انه هي الدي اي بهذا الاتجاه. تمام، اوكي، هسه البي دي ما دامها طالعة راح تحلل زي هيك، راح تحلل وحدة كيف راح تحلل؟ وين ايش فرضتها؟ فرضتها زي هيك، ما راح تحلل وحدة هيك، مستحيل يا زلمة، شو اللي بتسوي فيه؟ عندي بي دي، نسيت ايش فرضت انا، فخليك معي. هسا عندي البي دي وين؟ عندي الاي دي، اي دي كومبريشن، كومبريشن يعني داخل، معناها تكون هي ماشي، اوكي؟ واحدة زي هيك، واحدة زي هيك، معناها الدي اي حتكون زي هيك، تمام؟ معناها بدي واحدة لفوق، كيف بدي اوصلها؟ إذا فرضت الدي اي بهذا الاتجاه، تمام، يعني طالعة منها حتكون واحدة زي هيك واحدة زي هيك، اوكي تمام، معناها هي دي اي، وهي راح افرضها هون اللي هي عبارة عن دي بي في ساين 35.1، وهون تيجي جنبها اللي هي دي بي في ساين 35.1. لما احكي سميشن الاف واي تساوي صفر، سميشن الاف واي تساوي صفر، تمام، هيطلع معي دي بي ويساوي، يعني بيطلع دي بي كم بتطلع؟ 2500، بدامي ايش يعني؟ يعني 2500 ساين 53.1 ناقص دي بي ساين 53.1 يساوي صفر، معناها كم الدي بي؟ الدي بي ويساوي 2500. تنشن ولا كومبريشن؟ ايش فرضت الدي بي؟ انا فرضت، لي انسى ايش فرضت الدي بي، فرضت الدي بي هيك، تمام؟ ما دام فرضتها زي هيك معناها هي عبارة عن ايش؟ انا فرضتها زي هيك، هذا رد الفعل، معناها ايش الفعل؟ عبارة عن فعل طالع من المنبر، معناها تنشن. تمام؟ هسا لما اروح على سميشن الاف اكس تساوي صفر، راح احكي 2500 كوساين 53 ناقص دي اي تساوي صفر، معناها دي اي تساوي 2500 كوساين 53.1، معناها دي اي ويساوي 3000. طلع اعرف كونفرشن ولا تنشن، انا كيف اردها؟ انا فرض رد الفعل زي هيك، معناها كيف الفعل؟ الفعل راح يكون داخل، معناها كومبريشن. تمام، هيك انا جبت اللي هي هذا الضلع وهذا الضلع. هسه بديش اكمل، عباره عن نظام واحد انت حله. هسه تقدر تشتغل باي جوينت، اذا اشتغلت بالجوينت بي صار عندك 2 انون، اشتغلت بالجوينت اي عندك 2 انون، واشتغلت بالجوينت سي عندك 2 انون. انا بقول لك الاحسن تبلش بالجوينت سي، تمام، وبعدين الجوينت اي، يعني بي لا تصيبها، اوكي، بي فيها 2 مليون والله، ايه كمان انسى. تمام، هذا هو اللي اشرحه، ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.